بعشرة 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 بعشرة. يلا ب 150 اي جاكيت فرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أصدقائي، النهاردة إن شاء الله هنروح مع بعض جولة في سوق الحد، وهنتعرف على حاجات كتيرة إن شاء الله في الفيديو. هنبتديها من عند مسجد الأحمديين، الشارع الجديد، شارع بولاق الجديد. زي ما انتوا شايفين كده الاستنداد، زي ما انتوا شفتوا معايا كده في أول الفيديو، في حاجات بعشرة جنيه، والجواكت بتاعت الأطفال دي خطيرة جدا. يعني الجواكت كانت بمية وخمسين جنيه، صراحة تستاهل أكتر من كده بحالتها، يعني زي ما بيقولوا بشوكها كده. الجواكت بتاعت الأطفال خطيرة جدا، وإن شاء الله هنبدأ جولتنا. زي ما انتوا شايفين الاستندات الفقرة اللي فاتت، وهنا عند عم هلال. عم هلال قدام زاك السماك الناحية التانية، بيبقى عنده الحاجات دي قطع يعني قطاعي، وممكن يعني انتوا تعملوا مثلا طقم على بعضه او تاخدوا فرداني براحة، حاجة ترجع لكم حاجة براحتكم. اهوت زاك السماك هناك، وهو هنا عم هلال زي ما انتوا شايفين كده معايا، عنده البورسلين الابيض، في منه بيبقى فيه دفو بسيط، وفي منه حاجات هتلاقوها يعني ممكن تلاقيها سليمة، وكل حاجة لها سعر. كانت في ناس بتسأله، بقول لها انا ان شاء الله هنزل الشغل الجديد، كانت بتقول عليهم التلات. وهنا الحاجات اللي هي المستعملة زي ما انتوا شايفين كده، احنا لسه قدام زاك السماك. وهنا الميك اب دوت، وكان بأي حاجة بعشرة جنيه عند راجل طيب جدا. كان موية برضو عند ناحية زاك السماك. احنا ماشيين مع بعض الجولة، هنسردها خطوة بخطوة. كريم وقلم الكحل كان بعشرة جنيه، برضو بعشرة جنيه مش وحش. انا فتحته، هو الاصل منه بيبقى لونه غامق، لكن ده كان لونه ابيض، بس حلو بالنسبة لسعره، وكانت ريحته حلوة برضو، يعني برضو شغال. وهنا الست دي كانت بعديه برضو، احنا برضو لسه ما طلعناش من عند زاك السماك من المربع دوت. هنا كان عندها الكريم الاساس، وفي حاجات كانت عندها ماركات، بس كانت السعر كانت يعني بتضايق شوية في السعر بالنسبة لحاجات الماركات. وخدوا بالكم ان بيبقى في حاجات ساعات فاضية وساعات بيبقى نصها، فخدوا بالكم من النقطة ديت، ان انتوا تمسكوا العبوة. طبعا هتشوفوا الصلاحية وتشوفوا الباركود اللي عليها، وتشوفوها يعني ايه كانت مثلا ناقصة او مليانة، فبتبقى باين العبوة لما بنمسكها بتبقى باينة. بالنسبة لبادي لوشن وكده بتبقى باينة يعني العبوة. انا قلت حبيت يعني انوه على النقطه ديت، انتوا تاخدوا بالكم. الناس دي ناس بسيطه وعايزين نشجعها بالشراء منها يعني. وهنا الحلقان دي كانت ال 12 حلقه، كانوا ب 10 جنيه حلقه بريمه، كانت زي ما انتوا شايفين كده كل كيس شكله غير التاني، كانت الاشكال صراحه جميله جدا. فاللي بيلبس الحلقان ديت هتبقى حلوه جاي يعني ليه وكده، ان يعني في ناس ودنها مش هتستحمل الباريمه عشان ده بيبقى حديد من ورا، فالباريمه بتاعته بلاستيك، فعلى حسب طبعا الاستعمال. بس يعني ال 12 ب 10 جنيه حلو قوي، ده الحلقه لوحده ب 5 جنيه بره، عندهم ال 12 ب 10 جنيه يعني فرق كبير جدا. وهنا البادي لوشن والكريمات والحاجات دي. على فكرة الشارع دوت كله كنوز، من اول كشر السلطان ابو العلا لحد جراج الوكالة. فالحلقان ديت اللي عاوز مثلا يشتغل ويبيع ممكن ياخد ال 12 الحلقة برة بخمسة جنيه الواحد، لكن دولت ال 12 بعشرة جنيه، فطبعا سعر جميل جدا. يعني شوفوا اضربوا خمسة جنيه في ال 12، شوفوا الباكيتة يعني الورقة مثلا هتبقى بكام، حلو جدا. فاللي عاوز يشتغل ممكن يجي ياخد منها ويبيع، هيبقى مشروع مربح برضو.
وهنا المعالي هنا بخمسة وبسبعة. ما في كانت بصور عندها كانت 3 بـ10، ما فيش 3 بـ10، انتوا عارفين طبعا الحاجة غليت. فما فيش 3، كان يوم الحد دوت يعني انا بمنتج الفيديو في نفس اليوم يوم الحد برضو. وهنا كانت المعلقة دي جوه جراج الوكالة كانت بـ5 جنيه. احنا ماشيين الفيديو خطوة بخطوة، احنا كنا عند الاحمدين وزكي السماك وعدينا على الخطير. واحنا دلوقتي جوه جراج الوكالة، وفي اللي هي السلاطين ديت تنفع للزبادي عندها برضو، وهتشوفوا معايا الشنط ديت. الشنط ديت الواحدة بـ40 والتلاتة بـ100 جوه جراج الوكالة برضو، وكانت في ناس بتنقي ممكن تاخديه منها بـ25، ممكن تاخديها بـ30 على حسب الشنطة. في ناس بتحب الشنط ديت وبتروح لها مخصوص. صراحة كانت الأسعار النهاردة كانت في منتهى الجمال. صراحة كانت في فروشات كتيرة جدا جميلة جدا وأسعارها رخيصة، بـ10 وبعد الـ10، يعني حاجات جميلة جدا. واللبس برضو كان لبس معقول، الاستندات كانت بـ100 والعباد بـ150، وفي حاجات بـ35 وفي حاجات بـ50، يعني كانت الأسعار جميلة جدا. احنا جوه جراج الوكالة لسه مكملين. البطرمانات ديت برضو اللي بيحب البطرمانات المحكمة ديت، بس خدوا بالكم الكاوتشة موجودة فيها ولا لا، عشان ساعات بتبقاش موجودة الكاوتشة في البطرمان. فطبعا من غير الكاوتشة البطرمان ملوش اي لازمة، لان الواحد لو حطيته في اي حاجة مش هتبقى محكمة، ممكن تبوظ. هنا برضو احنا جوه، هنا برضو قدام جراج الوكالة برضو اللوشنات والحاجات دي والحنة اللي هي شايفين كده كيس الحنة ديت حوالي بـ10 جنيه. وهنا كل حاجة لها سعر. وعندهم برضو الكريم الكرياتين، العبوة كانت بـ100 جنيه، عبوة كبيرة اهي. ده كرياتين لفرد الشعر بـ100 جنيه. وهنا برضو جوه جراج الوكالة الحاجات دي ممكن تقطعي، المجات والكوبايات زي ما انتوا شايفين كده. الحاجات دي بتبقى بواقي اللي هي زي الطيران، زي بواقي الفنادق الحاجات دي، وهم بياخدوها طبعا وبيبيعوها في الاسواق. ان انتوا عارفين طبعا الكافيتريات والفنادق ومصر الطيران الحاجات دي بتجدد الحاجات على طول، فبيوزعوها طبعا للبائعين اللي هي بيفرشوا في سوق الحد وفي الاسواق. وهنا كان عندها الحاجات دي شغل المطاعم، دي كانت بـ60 جنيه اللي انا كنت ماسكاها، اللي هي ديت تنفع للطحينة والسلطات للمطاعم. يعني لو حد عاوز يفتح مطعم ممكن يوفق الشغل من الوكالة يوم الحد. وكان في كتب كمان، كان في كتب دينية إسلامية يعني الزكاة، وفي كتب تانية برضو، وفي فقه، وفي روضة الصالحين برضو عندها. يعني كان صراحة كان اليوم متكامل، والجولة كانت يعني يا رب يكون نالت اعجابكم ونكون ضيوف خفاف عليكم. هنا سماعات البلوتوث، السماعات دي بتبقى 60 و80، ممكن معاها بتاخدوها بـ50. بس تشوفوها تجربوها الاول، ان ممكن تبقى ايه ناحية شغالة وناحية لأ. فحبيت انوه على النقطة ديت اللي انتوا تجربوها. طبعا هو هيجربها لكم اكيد طبعا، انتوا مش هتاخدوها، مش هتاخدوا الحاجة كده. زي هنا كان جوه جراج الوكالة. تعالوا بينا بقى نروح فرشة بعدها على طول. حاجات الاطفال هنا، اي حاجة اي قطعة من هنا بـ35. هنا شغل جديد، هنا مش مستعمل، الشغل ده بتاع الاطفال ده مش مستعمل خالص، كانت في ناس بتاخد منها.
يعني هتلاقوا فيها الفرش اللي فيه حاجات جميله قوي، حاجات تحفه، يعني ممكن تنفع بيت وتنفع خروج، تنفع تمشي الاتنين في الفرشه ديت. وكانت في ناس بتشتري من عندها، فكانت بتقول لهم تعالوا الصبح عشان كان في حاجات الصبح احلى من كده كمان. اهو التيكت، اهو الحاجات دي بالتيكت، دي مش مستعمله زي ما انا قلت. احنا لسه في جوه جراج الوكاله مكملين جولتنا، وبوريكم يعني انا ما حبيتش اسيب حاجه غير لما اوريها لكم، ونمشي مع بعض خطوه خطوه، ونسرد الفيديو يعني خطوه بخطوه، على اساس ان انتوا تعرفوا شارع بولاق، شارع بولاق والاحمدين ده قبل زكي السماك، وبعد كده زكي السماك، وبعد كده بتدخلوا بقى على شارع الخطير، وبعد الخطير بقى قدام جراج الوكاله اللي هو كل ده عنده قدام الكوبري. وهنا برضو تعالوا بينا برضو نروح الفرشة ديت. الفرشة دي كانت اي حاجة كانت بعشرة وبعشرين، فانا بصراحة دي مش عارفة دي بتاعت ايه، الفرشة دي بتاعت ايه، فاللي عارف يقولي في التعليقات. كان فيها حاجات بلاستيك، حاجات بحالتها، وكان في عنده اجهزة، فطبعا الاجهزة ديت احنا عارفين طبعا ان احنا مش هنشتري حاجه من سوق الحد في الاجهزه بالذات الا لما نجربها وتكون حاجه مضمونه، علشان بتبقى ساعات الحاجات مش شغاله، يعني ممكن واحد ياخدها قطع غيار بيبقى فيها، بياخدوا قطع يعني بياخدوها القطع غيار لجهاز تاني في التصليح، ان تبقى ساعات مثلا في حاجات مش موجوده قطع غيار بره، ففي ناس ممكن تاخد الحاجات ديت اللي هما اللي بيصلحوا وبيفكوها وبياخدوا منها اللي هما القطع اللي هما عاوزينها للقطع اللي عندهم. احنا كده خرجنا من جراج الوكالة ورحنا على فين بقى، ورحنا على من ناحية الكورنيش اول ممر الشبكة، هناك بقى الستاير وقماش التنجيد، الستارة متر ونص في مترين بمية خمسة وعشرين، والكبيرة ديت هتفرد دلوقتي كانت بمتين وخمسين جنيه، كانت عريضة جدا وطويلة حوالي مية خمسة وعشرين، متر ونص في تلاتة، متر ونص في تلاتة بمية خمسة وعشرين، كانت أرخص من كده، بس انتوا عارفين طبعا الأسعار ربنا يرحمنا بالأسعار اللي عمالة تغلى كل شوية. هنا بمية خمسة وعشرين الستارة ده على قطيفة، وهنا بقى قماش التنجيد كان في أشكال نازلة جديدة، كانت القماشة ديت سدار، كان عنده سدار، السدار ديت كانت تسعين جنيه المتر، هنا على المتر كان بمية، أهي سدار اهوت، بس الكاميرا مجابتهاش قوي. كانت الأسعار القماش كان في بتسعين السدار عشان بيبقى غالي طبعا، عارفين طبعا، وفي اللي هو الايكيا دوت، وفي المنقوش، كانت الاسعار من تسعين وستين في الرينج دوت، وعندهم كتان وعندهم جلد مقلوب، وكان نازل برضو قميشه جديده كنت اول مره اشوفها، حسوها عامله زي الجلد كده، زي الشواكت كده، الجلد اللي هي الجلد التعبان اللي هو لون الهافان. ولسه مكملين جولتنا حبايبنا، ما تنسناش باللايك والاشتراك، وشكرا على تفاعلكم معايا، وان شاء الله اجيب لكم مزيد ومزيد من الفيديوهات الفتره القادمه، وهنزل لكم برضو فيديوهات تانية برضو عن سوق الحد، عشان بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات اليوم الحد، كنت بصور الاستندات، وهنا السجاد، هنا برضو احنا ما طلعناش من الممر الشبيكه ناحيه الكورنيش عند البنك الاهلي والمطبعه الاهليه، السجاده دي كانت حوالي، كانت مفروضه كانت بألف على حسب النوع، وفيها اقل طبعا. السجاد صراحه اشكالها جميله جدا عنده عند المطبعه الاهليه،
عشان احمد برضو كان عامل حوار مع الشرقاوي. اهو البنك الاهلي. وهنا طبعا من ناحيه الكورنيش عند ممر الشبيكه زي ما انا قلت وذكرت. احنا كده ماشيين مع بعض الجوله خطوه بخطوه. تمام. وهنا برضو دي كانت شكلها سيمبل جدا. هنا الستاير بقى المتر ب65 و55 مش فاكرة السعر. قال لي سعر تالت مش فاكرة بقى 45 ولا كام، بس هو اللي انا فاكراه 55 و65. كان فيها اشكال جديدة. يعني الشكل ده ممكن لو في المحل اغلى من كده على فكرة. عنده ب65. وممكن كان فيها كلام تاني برضه. وهنا ب55. هنا بقى الفقرة بتاعت الجواكت اللي انت شفتها في اول الفيديو، فحبيت اكملها لكم. صراحة الجواكت خطيرة جدا، جواكت الاطفال اكتر حاجة عجبتني. الفرشة ديت، الفرشة ديت فين بقى؟ عند ممر الشبيكة بعد ما بتسيبوا اللي هو بتاع بواقي الفنادق قبل هاني اللي هو معروف هناك اللي هو بتاع بواقي الفنادق وكده. وبرضو الجاكيت ده حاجات بحالتها، الحاجات بحالتها. الكاميرا ظلماء كمان صراحة. يعني الجواكت كان جميلة جدا. يعني الجواكت بصوا، يعني احنا لو هنجيبه من محل اكتر من 350 جنيه، 400 جنيه. انتوا عارفين طبعا حاجات الاطفال في المحلات غالية جدا صراحة. الوكالة دي كنز. انا مش بقول كده عشان انا بصور او بعمل فيديوهات، الوكالة دي بصراحة شايفين الجواكت جديدة. الفرشة دي الجواكت جديدة. الفرشة دي لوحديها كنز بالنسبة للبس الأطفال. يعني اللي عاوز يلبس أطفاله أشيك حاجة صراحة كانت الفرشة دي. وهنا طبعا الفيديو اللي انت شفته في أول الفيديو خالص، أول ما بدأنا هنا عند المسعود اللي هو عند قبل زك السماك. على فكرة الحاجات دي كانت تقيلة جدا، يعني ممكن تكون غالية شوية، لكن الحاجات دي انا كنت احسبها خفيفة. كل ما امسك حاجة لقيها تقيلة جدا. يعني اللي هي الصواني اللي هي السيراميك دي، عفوا الجرانيت دي، يعني كانت تقيلة جدا. انا كنت احسبها الحاجة دي خفيفة، فانا بقول السعر كان غالي طبعا، هيبقى 160 وفي اكتر. لقيتها تقيلة جدا الجرانيت دوت. هو واقف برضو عند المسعود برضو قدامه بالظبط، اللي بعد مسجد الاحمدين.